السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده موجه ليكم. انا حابة اشكركم جدا 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 على تفاعلكم مع الفيديو الاخير وكلماتكم الطيبة الحقيقة اللي ادخلت عليا السرور. ربنا يجازيكم خير. وحابة استعرضكم يعني كلكم اسم اسم اختي الروز او اختي الحبيبة، طبعا من متابعات القناة القدام جدا اللي دايما بتدفعني بكل كلام ايجابي. استاذ في برضو من الناس المتابعين الجداد، الاستاذ خالد ربنا يبارك له، عبد الله ربنا يبارك فيكم جميعا، استاذه جانا، استاذه ساره ربنا يعزكم ويبارك فيكم، استاذ احمد، استاذه تقى او تاتا توته، استاذه نور سلامه، الاستاذ او استاذه زيزو او استاذ زيزو، او ومرحبا، السلام عليكم ربنا يبارك فيكم، استاذ رضا عثمان، استاذ مصطفى توتي، استاذ محمد مصطفى، استاذه اميره احمد ربنا يبارك فيها يا رب، برضو من الناس المتابعات جدا للقناه، استاذه رنا ميمي، استاذ محمود المليجي، برضو استاذه اروز، هبه محمود ربنا يبارك فيكم جميعا، هبة محمود تاني، أستاذة موها ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين، جزاكم الله كلكم خير. مش بس الناس المتابعين القدام للقناة هم اللي كتبوا تعليقات، لا، في ناس جداد أو كان أنا حقيقة اتفاجئت بتعليقاتهم وبتقديرهم، جزاهم الله كل خير. أستاذة خير التابعين ويس، طبعا حبيبتي مطبخ الصحة والتوفيق ربنا يبارك فيكي، أستاذة ريمة، أستاذة هند جمال برضو من الناس المتابعين برضو ده الدائمين للقناة، أستاذة أم هاجر مصرية طبعا برضو من المتابعين القدام جدا للقناة، مدرسة ميديستا فقط، رب أرجو أن أنا أكون بنطق الاسم بشكل صحيح. ربنا يجازيكم كلكم خير، ربنا يعزكم. حقيقة أعطتوني دفعة للأمام، حسيت أن القناة فعلا مهمة عند ناس كتير، مش بس الناس اللي أنا يعني أنا كنت متوقعة الناس اللي هم على طول عفوا الناس اللي على طول بيتابعوا معانا القناة ان هم اللي هيعلقوا، ولكن الحقيقة انا اتفاجئت بناس كتير جداد في التعليقات، يمكن ما علقوش قبل كده خالص او علقوا مرات قليلة جدا، يعني افادوني بان القناة بتفيدهم وبتقدم لهم معلومة مفيدة، فجزاكم الله عني كل خير، وربنا يجعل ان شاء الله استمرارية القناة في ميزان حسناتكم، لان برضو انتوا حفزتوني ان انا استمر الحقيقة، فربنا يجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله. وباذن الله كل باذن الله اللي هيشوف القناه وينشر المعلومه برضو هتكون هيشاركني الاجر ان شاء الله، هيكون في ميزان حسناته باذن الله. يا رب يكون في ميزان حسناتي وفي ميزان حسنات والدي واجدادي وكل اللي ليهم فضل عليا واصحاب الحق عليا، وبرضو يكون في ميزان حسنات كل حد بيشير القناه، في ميزان حسناته، في ميزان حسنات والديه واجداده واصحاب الحقوق عليه، على اعتبار يعني ان اجدادنا هم سبب وجودنا حاليا يعني، فان شاء الله نكون كلنا في موازين حسناتهم. اشكركم جدا واستنوني ان شاء الله في الفيديوهات الجديده، حتى برضو اولادي حفزوني ان انا استمر، كنت بعمل لهم حاجه كده وبعدين قالوا لي يا ماما انت مش هتصوريها، فيا ماما احنا سمعنا ان انت هتقفلي القناه، فربنا يجازيهم برضو خير ان شاء الله يكون في ميزانهم برضو، فإن شاء الله استنوني في الجديد. أشكركم جدا اسم اسم، ربنا يعزكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.